ماريتا الحلاني التي لا زالت تخطو خطوتها الأولى في عالم الغناء بدأت تصوير أغنيتها الرومانسية الجديدة مع المخرج حسن غدار. كاميرا البرنامج تواجدت في الكواليس والتقت ماريتا. هيدا أول كليب لإلي لغنية عربي وغنية كتير بحبها وبتعني لي كتير، فمشان هيك كتير مبسوطة إنه أخيراً عم نصور هيدا الكليب، والكليب كتير كتير حلو. عم فتش بين ورائي عن ذكريات رفاقي. رغم إني اشتقت لك أغنية رومانسية لماريتا الحلاني إلا إن الكليب هيكون مختلف تماماً. لازم نخلي الناس تتوقع شو يكون الكليب حلو، هيك إنه يضل في مزبوط، إنه هيك تستغرب إنه ما تكون متوقع. بدو ياني جن ونط وهيك جن ونط. ماريتا في كليبها الجديد هتستعير قميص والدها عرسي الحلاني. في مشهد مفروض تكون لابسة قميص كبيرة وهيك، فإنه قلنا كان باب بالبيت وعم نقل جيب، قلنا له باب إنه شو رأيك تعطينا قميص من عندك، لأنه القمصان تبعولاتي منهم هالقد كبار. فهو نقى قميص لأول مرة كان هو بيتدخل إنه بالفاشن أو إنه بالأوتفيت تبعي. ماريتا بتاخد رأي والدها في اختياراتها الفنية، غير إنه هو دجا يعني فنان كبير ولازم الواحد يستفيد يتعلم منه ومن نصايحه، فمشان هيك أنا كتير بهمنا رأيهم ودايما ما بعمل شيء إلا ما يكونوا هن مقتنعين. ولكن هل بتعتمد ماريتا على شهرة والدها عاصي الحلاني؟ جمهوري يمكن غير جمهور بي والناس اللي بتسمع لي غير وستيلي غير يعني، وحتى أنا كمان بغني بالأجنبي. ماريتا بتغني بأربع لغات واختيرت مؤخرا لتكون من أول ثلاث مطربين صاعدين في العالم. هافينغتون بوست هو موقع أمريكاني عالمي، وبدهم يختاروا ثلاثة فنانين شباب من العالم كله بيشوفوا إنه لهم مستقبل ناجح، فاختاروني من بيناتهم. هيدا الشيء كتير فرحني وكتير كان عبالي إنه ابعت اللينك لبيي تيشوف، لأن كنت عارفة إنه قديه هو كمان رح ينبسط. ماريتا جديد من إنتاج روتانا. أنا كتير مبسوطة إنه هيدا أول تعاون لإلي مع روتانا. الغنية اشتقت لك والكليب مع شركة هالقد مهمة وضخمة وبحبها، إنه كنا نحن كل شخص بيحلم يكون مع روتانا، فأكيد كتير مبسوطة. يظل التمثيل هو حلم ماريتا. حب التمثيل أنا، إذا بالمستقبل إجا شي عمل هيك بلاقي حالي فيه وبيشبهني أكيد ليش لا.